إذا مشاهدينا لاحب هذا انتقال إلى محور حلقتنا لليوم، وهو من المحاور المهمة اللي تستوجب إنه نسلط الضوء عليها، ولا سيما وإنه إحنا نعيش أجواء شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية ضد مرض السرطان. محور الحلقة لهذا اليوم عن أمراض السمنة اللي هي تعتبر البداية العديد من أمراض الأورام والسرطان. خلينا نشوف تفاصيل بالتقرير ويا زميلنا أركان الجابري، وبعدها راح نرجع الحديث أكثر عن محور حلقتنا لهذا اليوم مع ضيف راح ينضمنا بالاستوديو، لكن بعد هذا التقرير. هناك علاقة وطيدة بين السمنة والإصابة ببعض الأورام، وذلك بسبب كثرة الدهون في الجسم وارتفاع مستوى الأنسولين وهرمونات النمو التي تؤدي إلى تحفيز الخلايا على الانقسام بشكل أكبر، كما تموت أيضا الخلايا الدهنية الموجودة بكثرة في الجسم. رغم أن جمعية أبحاث السرطان البريطانية أكدت أن التدخين يظل هو السبب الرئيسي لحملات الوقاية من السرطان، إلا أنها أكدت أيضا أن السمنة في المرتبة الثانية بعد التدخين كسبب لزيادة نسبة السرطان. لذلك يجب على الأهالي الذين يعانون من السمنة الاهتمام بصحتهم والحرص على إنقاص الوزن وزيادة النشاط البدني، حيث أن السمنة ممكن أن تورث للأبناء، فلا تسمحون لأولادكم أن يكونوا عرضة للإصابة بأمراض خطيرة الناتجة عن السمنة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، أركان الجابري. شكرا زميلنا أركان الجابري على هذا التقرير. نعم مشاهدينا الأكارم، عافانا وعافاكم الله من السمنة ومن الأمراض اللي يسببها السمنة. صحة والعافية لكم جميعا ولكل من يتابعنا. ينضم معنا الدكتور أنور خليل إبراهيم، الاختصاصي في الجراحة العامة والناظرية وأيضا أمراض السمنة، للحديث عن السمنة وما تسببه من أمراض أو أورام عند المصاب بهذه الأمراض، وهي واحدة من الداءات المتنوعة، داء السمنة وداء الفيل وغيرها. فكثير من هذه الأمراض اللي تسبب زيادة بالوزن، وزيادة الوزن تسبب أورام داخل الجسم. رحب بالدكتور أنور، أهلا ومرحبا بك في صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ أبو ذر، شكرا لك وشكرا لك الزينة وشكرا لقناتكم الموقرة على هاي تحت الفرصة طبعا للتكلم حول هذا الموضوع. لنا الشرف وسعيدين جدا بوجودك، حياك الله في صباح خير. شكرا جزيلا. صباح الخير والعافيه عليك دكتور، واحنا جدا سعيدين بتواجدك ويانا اليوم ببرنامج صباح الخير يا عراق. بالبدايه دكتور، اليوم احنا باكتوبر وردي وهو شهر التوعيه ضد السرطان والاورام بشكل عام، اليوم شنو تاثير السمنه وسبب السمنه انه هي تسبب امراض السرطان والاورام بشكل عام؟ طبعا اكيد السمنه لها علاقه بالامراض الاورام، او اورام مو بس الثدي، طبعا اورام كافه الجسم. نعم. شيء اكيد. نعم. فكل ما تزيد كتله الجسم عن 30 اللي هي طبعا طول على الوزن. نعم. راح يزيد خطر الاصابه بالاورام، وخاصه اذا كانت كتله الجسم اكثر من 35 شيء اكيد راح تصير الاصابه بعد اكثر. نعم دكتور، اكو ناس هي اللي انه تاكل هواي يزيد وزنها، اكو ناس ما تاكل يزيد وزنها، اكو خصوصا عند النساء، لانه انت سيد العارفين انه النساء اكثر اضطراب هرموني من الذكور. نعم. فهي شلون تتعالج هذه الاضطرابات الهرمونيه والزياده بالوزن؟ هو طبعا اكو فحوصات احنا. نعم. نسويها فحوصات. نعم. هرمونات، فحوصات مال دم، كلها تحدد لنا يعني سبب السمنه لدى الرجال. نعم. او النساء. نعم. فاذا كان هناك اضطرابات بالهرمونات ممكن معالجه الهرمونات اولا حتى نقلل الوزن، ممكن يعني الدايت نمشيهم على نظام غذائي طبعا. نعم. اكيد حتى نقلل الوزن مالتهم. نعم. شيء اكيد. نعم. طيب دكتور، اليوم اذا اتبعوا حميه غذائيه بس يعني ما انطت النتيجه اللي يريدها المريض، بهيك حاله شنو هي الاجراءات اللي ممكن يعني تتبعها حضرتك؟ طبعا احنا عندنا هواي اساليب نقدر. نعم. نقلل بها الوزن. نعم. نبدي طبعا بالدايت اول شيء، وبعدين نقدر نستخدم اكو حبوب طبعا بدون اثار جانبيه، واكو الناس نزلت الاوبر الجديده طبعا همينه
نقدر نستخدمها لبعض الأشخاص بعد يعني الفحوصات، أو ممكن إجراء عمليات قص المعدة أو تحويل المسار طبعاً مال السمنة المفرطة. طيب نقدر تعليق على كلامك دكتور، اليوم هذه الأوبر انتشرت بالآونة الأخيرة وصداها جداً كبير بخصوصاً مجتمعات الشرق الأوسط، اليوم هذه الأوبر آمنة؟ تقدر اليوم السيدة أو يعني المشاهدين أحب اللي يتابعون أنهم يستخدمون هذه الأوبرة طبعاً بعد مراجعة هذا الدكتور معترفة من يعني الصحة العالمية؟ طبعاً أكيد أكو أوبر معترفة الـ FDA approved، هي أنواع من الأوبر، ومو كل الأشخاص يعني لازم أكو فحوصات نجريها طبعاً. نعم. فحوصات الهرمونات، فحوصات غدة درقية، يلا ممكن نستخدمها، ومو كل الأوزان شيء أكيد، يعني نعتمد على كتلة الجسم. نعم. مثلاً يريد ينزل فد 10 إلى 15 كيلو ممكن يستخدمها، بس مو عدة زيادة 50 كيلو 60 كيلو يريد يستخدم أوبر، طبعاً هاي ما راح تفيد الأوبر شيء أكيد. نعم. يعني ممكن إجراء عمليات يكون أفضل إله. نعم. الدكتور ذكرت نقطة جداً مهمة جنابك الكريم، عفواً. اليوم بالمجتمع العراقي أشيع وانتشر اضطراب الغدة الدرقية، خمولها يسبب كذا وإفراطها يسبب كذا. نعم. ممكن توضح لنا هذا الموضوع وشلون ممكن أنه نحد من ضمورها أو الإفراط بإفرازاتها باعتبار هي غدة تنظم الهرمونات الجسم؟ شيء أكيد طبعا. نعم. الغدة الدرقية هي يعني الهرمونات اللي تفرزها كلش مهمة للجسم. نعم. فمثلا عندك اذا كان اكو ضعف او خمول بالغده الدرقيه ممكن اجراء تحليل طبعا، وممكن اعطاء علاجات تنظم هذا الهرمون. واذا كان هناك افراز او نشاط بالغده الدرقيه سبب زياده بالوزن، لا الخمول سبب ضعف. اي نعم الخمول يسبب زياده بالوزن، زياده. نعم. بالوزن. نعم. طبعا. والافراز وليش انتشر الدكتور؟ شو منتشره هسه عندنا شباب بعمر الورد، رجال ونساء عندهم خلل بالغده الدرقيه، شنو سبب انتشاره؟ ممكن هو سبب الاكل طبعا، نقص باليود اولا هذا. نعم. يسبب خمول طبعا. وممكن عوامل وراثيه همينه تدخل بهذا الشيء، ممكن يسبب لك نشاط او غده او نوبات التهابات تصير بالغده الدرقيه. نعم دكتور. اليوم اشوف يعني اسف على ملحتي بهذه النقطه، انه كثير من الشباب اللي يعني شباب من الذكور ومن الاناث كلهم عندهم خلل بالدرقيه، وين ما اروح لاي طبيب يقول لي سوي الدرقيه تشرب عندك صح خلل بالدرقيه، شنو السبب يعني؟ صح. هسه الموضوع الوراثي هذه فاهمينه، ممكن يسبب السكري ويسبب الضغط وغيرها. نعم. ممكن سبب نوعيه الاكل. نعم. ممكن سبب، وانا اريد اوصل هاي النقطه، شنو يعني نوعيه الاكل؟ نوعيه الاكل انهم يحتوي على اليود، هو اللي هو اهم عامل لافراز لتكوين الهرمون الغده الدرقيه. نعم. هذا اهم وين عامل متواجد طبعاً. هذا طبعا موجود، هو هسه حاليا هو الاملاح اللي موجوده اغلبها بها يود. نعم. المفروض. نعم. بالسمك طبعا موجود. المخرج قال بالسمك اول ما قلت بالسمك بالسمك هو السمك اهم شيء، بس. نعم. هو طبعا مو بكثره شيء اكيد، يعني مره بالاسبوع او كل لا افراط ولا تفريط. اها. نعم. فيكون يعني شيء مرتب يعني. نعم. طيب دكتور، شنو هي انواع الاورام اللي ممكن يعني تكون بسبب السمنه؟ طبعا هو السمنه تسبب لك عده امراض مو بس الاورام. نعم. يعني من بدايه من الضغط والامراض السكري كلها تؤدي بالنتيجه الى انزلاقات مفاصل، بعدين كلها تؤدي الى امراض السمنه، تؤدي الى الاورام شيء اكيد. هاي طبعا دراسات امريكيه. نعم. هذه دراسات حديثه دكتور؟ دراسات حديثه طبعا. دكتور ابرز الاورام اللي تجي من وراء السمنه بالنسبه للجنسين يعني. عند النساء شنو اكثر شيء يصير بسبب السمنه؟ وعند الذكور وايضا الاعمار. نعم. طبعا الاعمار هي عاده من 40 سنه فما فوق. نعم. هي اغلب الامراض الاورام السرطانيه تصير بها. نعم. عندك اورام الثدي، عندك اورام القولون، اورام الكبد، هاي كلها سببها السمنه. نعم. زين اغلب الاورام اللي تصير بسبب السمنه عند الاناث شنو هي؟ اورام الثدي طبعا. وعند الذكور؟ عند الذكور اورام القولون. نعم. تكون هاي اكثر شيء عند، لانه شلون ممكن انا وزني زايد. نعم. وعبرت الأربعين. نعم. ما بي حيل أمارس رياضة، لا بي حيل أسوي قص بعد، ولا عندي إمكانية أسويها. نعم. شنو ممكن النظام الغذائي اللي أتبعه هسه مو اللي يقلل وزني، بس على الأقل إنه يجنبني نوعا ما بنسبة كبيرة الأورام؟ طبعا هو أول ما يجي نسوي له الفحص مال الجسم، نشوف نسبة الدهون ايش قد. دكتور ما عندنا فلوس نجيكم، انتم تاخذون فلوس هو؟ لا مجانا. احنا مسويين مبادرة طبعا في هذا الشهر، هو فحص مجاني شهر اكتوبر شيء اكيد. فان شاء الله يعني حاليا احنا فحصنا تقريبا ما يقارب 113 مريضة طبعا ما شاء الله.
اي مبادره كانت جميله ويا مركز الفيحاء همينه، نحب نشكرهم طبعا. نعم. انه السونار الماموجرام كان مجاني همين وياهم. نعم. فممكن نكتشف انه تقليل، اولا نسوي له نظام غذائي شيء. نعم. اكيد نفحص للهرمونات، اذا كان اكو اختلال بالهرمونات نعالج الهرمونات مالته. نعم. فهذا كله راح يؤدي الى نتيجه تقليل الوزن. نعم. طيب دكتور، اليوم يمكن مع الوجبات السريعة والتكنولوجيا وأغلب الأوقات يمكن تشاهد أنه يعني الأطفال على مثلا مواقع التواصل الاجتماعي أو بالألعاب أو على الجيمز، وهذه صح. التفاصيل سببت لهم سمنة. شلون اليوم الأم والمتابعة العزيزة تقدر أنه هي تحافظ على الوزن المثالي للطفل؟ والوزن المثالي للطفل ايش قد يكون؟ يا ريت لو يعني تنوه لنا على هذا الموضوع. هو الوزن المثالي حسب عمره طبعا، حسب عمر. نعم. الشخص نقيس الكتله والجسم وهرمون النمو فنطلع الوزن المثالي مال الطفل. نعم. تكلمتي عن الفاست فود طبعا هي. نعم. اللي هي الوجبات السريعه طبعا، هاي هي فشي يعني كلش يسبب السمنه. نعم. شيء اكيد يعني اكل البيت ابدا لا تخافين من عده، احنا دائما نقول لهم. نعم. اكل البيت يعني اذا كان بصوره معتدله ما راح يسبب لك سمنه، لان هاي الفاست فود اللي هي كلها دهونات. نعم. طبعا هو قاعد بس مثلا على الموبايل على الايباد وياكل ماكو حركه قليله، فشي اكيد راح تصير سمنه. نعم. دكتور اليوم من نسولف حقيقه، يعني انا من الناس اللي نوعا ما اتابع الاشياء خاصه التقارير، اليوم يطلع لي دكتور العالمي كذا من جامعه الكذا يقول لك كل الزيوت المهدرجه هي زيوت ضاره، يطلع لي واحد يقول لي كل الزيوت الحيوانيه هي زيوت ضاره، هذا يقول استخدمها وهذا يقول استخدمها. صحيح. اليوم ما حقيقة اختلاف استخدامنا للزيوت الحيوانية اللي نوعا ما أنا من أستخدمها أحس أنه حتى غذائي صحي، ما أعرف ليش وكأنما شعوري جيد. أما الزيوت المهدرجة خصوصا بالوجبات السريعة عفوا، هذا تعرف أحواض ما زيوت يعني أحواض كبيرة وترمى بها عشرات الكيلوات إذا مو مئات، وهذه زيوت مهدرجة بالآخر. هل يا ترى هي فعلا شركات الزيوت المهدرجة أسقطت عنا وخلتنا غافلين على انه الزيوت الحيوانيه لانه مقاربه لتركيبه جسم الانسان انه هي اكثر صحيه؟ منو الاكثر صحيه؟ شلون نستخدمها؟ احنا ذا نجي على اهل قبل طبعا. نعم. كانوا ما يستخدمون لا هاي الزيوت المعلبه ولا قطعا حيوانيه خالصه بدون ما كانت اكو هاي الامراض اللي كانت هسه. نعم. موجوده. نعم. صح؟ نعم. ثاني شغله، انت الزيت كل ما تحميه كل ما يتهدرج بعد اكثر. نعم. صح؟ فانت بالمطاعم والمحلات اكيد مو كل ساعه يبدل لك الزيت. قطعا. مو صح؟ نعم. فهذا كل ما يحميه انا شايفه انا داخل اكثر مطعم اسود وكانما دهن مال المحرك. فالزيوت الحيوانيه طبعا يعني طبعا هي مو بكثره شيء معقول، بس افضل من الزيوت، افضل من الزيوت الحاليه شيء اكيد. وزيت الزيتون احنا دائما ننصح به هو اقل ضرر خلينا نقول. نعم. من الزيوت البقيه، بس بشكل عام لازم نقلل من الدهون طبعا اكيد. زين أكيد. دكتور اكو ناس كلش ضعاف، كلش ضعاف ضعيف تلقاه يروح يسوي فحوصات يقولوا عندك دهون على الكبد، اشنو هي بعض الفحوصات مو شرط يعني نوبات. نعم. دهون الكبد تجمع نتيجة خلل بالكبد الصغير، يعني مو شرط السمنة. عبد الله صوتي رشيق جدا بس مني رح تحصق له صح. صح. نوبات يصير خلل بالكبد، خلل بالإفرازات مالته بشغل الكبد، فهذا لازم نشيك الكبد مالته. نعم. أي. طيب دكتور اليوم يمكن أكو مشكلة أغلب الأشخاص يعانون منها اللي هي السمن في منطقة معينة، شنو سببها هاي؟ مثلا تشوف عنده منطقة واحدة هي بها يعني متجمع كل الدهون. هو يعني يتبع اللايف ستايل احنا نسميه مال الشخص. نعم. يعني اذا كان عمله مكتبي مثلا بس قاعد فتره طويله دائما السمنه تصير بالمركز. نعم. واللي هاي اخطر انواع السمنه طبعا. نعم. احنا نسميها اغلب يعني يمكن الرجال العراقيين يعانون منها لانه يعني ما يتبع نظام رياضي واكله يكون دائما مثلا فاست فود ما متواجد لانه بالمكتب، فهي دائما السمنه تصير بالسنتر احنا مال الجسم اللي هي هذه المركز احنا نسميه. نعم. أما إذا يتبع نظام غذائي زين ورياضة معها فهذا يكون شيء مناسب طبعا يقلل كل شوية. زين اليوم يعني إحنا المتحدث من ضمنهم جماعة علاجاتنا اللي معتمدة على الكورتيزون بشكل أساسي، عندنا أمراض بالجهاز التنفسي. تعرف الكورتيزون يختل طبعاً. يختل بالخواصر بالأذداء بالأرداف، يختل بالمنطقة اللي ما تكون بها حركة. ذولي شلون ممكن يعالجون؟ شلون ممكن يقللون تراكم الكورتيزون داخل الأجسام؟ هو طبعا الكورتيزون سبب رئيسي. نعم. لزيادة الوزن. نعم. شيء أكيد وهو ضروري أنه لازم تستخدمه.
خاصة إذا كان عندك حساسية قصبات. لابد من. لابد من. لابد من. فأنت هنا يعني راح يحبس السوائل. لا بيك تتركه، فلازم تعدل نظام حياتك. انه لازم تقلل من السمنه مالتك. نعم. يعني مثلا انت دا تاخذ كورتيزون، المفروض تقلل اكل الدهونات، تشرب مي هوايه، تلعب رياضه، هاي كلها حتى تقلل من الدهون المتراكمه. نعم. والسمنه. نعم. طيب دكتور، اليوم بين شفط الدهون وقص المعده وتحويل المسار وهذه العمليات اللي يعني تواجد الرائجه حاليا. نعم. هذه اليوم شنو أكثر شيء تنصح به إنه المواطن يعني يمكن إنه يقدر يستخدم أي تقنية مثلاً شفط الدهون أو قص المعدة أو تحويل المسار، وشنو الفرق بيناتهم يعني؟ والله هو حسب وزن الشخص، يعني كتلة الشخص، كتلة الجسم مالته، يعني إذا كان وزنه مو كلش عالي يعني. نعم. أو كتلة الجسم يعني مو كلش عالية، فنتبع الدايت إحنا. نعم. أهم شيء الدايت ورياضة، يعني تداخل الجراحة آخر الحلول. آخر الحلول نخليه. نعم. طبعا. نعم. لأنه العملية يعني ماكو عملية ما بيها مضاعفات ومخاطر. نعم. شيء أكيد طبعا، فلذلك نخليها آخر الحلول. يعني أكو واحد مثلا يجيك يقول لك أنا جربت الدايت وجربت الرياضة ولحد الآن بعدني سمين، فهذا نضطر أنه نوديه إلى العمليات. نعم. طبعا. أما إذا يلتزم بالرياضة وتكون إرادة عنده قوية. نعم. ورياضة ودايت وأكل صحي، لا طبعا هو هذا أحسن شيء. نعم. احنا نفضله. نعم دكتور، تسولف انت وزميلتي العزيزه زينه عن موضوع حديث فعلا دخل لنا، هو موضوع الاوبر. هذه الاوبر تستهدف الجسم بشكل عام، اما اللي عندهم زياده وزن بمنطقه خاصه انه تستخدم الاوبر لهذه المنطقه حتى تقلل وزنها، اما تستخدم الجسم بشكل عام؟ لا، هي تستخدم بشكل عام. نعم. طبعا. نعم. هي ممكن تنضرب بالبطن او بالفخذ او بالذراع، بس هي تشتغل بصوره عامه على الجسم كامل. مثلا انت اخذتها بالبطن، هي راح تشتغل اكثر شيء على البطن، بس هي تشتغل بصوره عامه، تقلل الشهيه وتحرق الدهون اكيد. فالمحبين الحلويات احنا دائما ننصح بهم، وعندهم وزن يعني مثلا زايد فد 10 كيلوات 15 كيلو كلش يعني تمنع الشهيه مالتهم، وبالاضافه انه تحرق الدهون مالتهم فتنزل وزنهم ويرجع للمثالي. طيب دكتور، اكو بعض الاشخاص يعني تصير عندهم مضاعفات مثلا حالتهم النفسيه، تتعب، تقيؤ، صداع، الم بجسم، طبعا هذه حاله شلون يتعاملون مع الموضوع؟ انتم قصدكم على استخدام الاوبر يعني؟ نعم. اكيد. نعم. هو الشخص من يستخدم هاي الاوبر راح تنترك الشهيه مالته، يعني يقطع الشهيه مالته. الحلويات هي السبب الرئيسي للسيروتونين اللي هو هرمون السعادة احنا مثل ما نسميه، فهو من راح تقل الحلويات شيء اكيد راح يحس باكتئاب مرات، فدائما احنا نبدي بجرعة قليلة تدريجية. خليني سمين ومرتاح ولا ضعيف ولا اكتئاب. هي ردوا على الاكتئاب يعني تسبب مثلا حالات تعب بالجسم، تقيؤ، وكل شخص له تغيرات. فلذلك احنا دائما. نعم. نطي علاجات مال المعدة وياها شيء اكيد، لان المعدة تبقى فارغة فترة طويلة من الصبح لليل مثلا، ونبدي بجرعة قليلة حتى يتحسن وضع الشخص. نعم. يعني ما يصير تبدي بجرعة رأسا عالية، يعني هاي راح تسبب لك أعراض، أما إذا تبدي تدريجيا لا، الجسم راح يتعود وياها يصير. نعم دكتور، أكو ناس عفوا زينة إذا عندي صوت تفضل. هو يعني تعقيب على كلامك، نقدر نذكر النسبة اللي ممكن يبدي بها أي شخص لو هذه يعني لازم بعد استشارة؟ حسب طبعا، حسب وزن الشخص. نعم. وحسب الفحوصات اللي نسويها والعمر مالته، إذا عنده أمراض مزمنة أو لا، هاي كلها تختلف طبعا عندنا. نعم. سؤال أخير دكتور، أكو ناس يأخذون بعض العلاجات لأصحاب أمراض السكري حتى يحافظون على وزنهم أو يقللون من وزنهم، هذا صحيح أم صحيح؟ قصدك لتقليل مساعد السكري؟ مساعد السكري. نعم. نعم، هو حاليا طبعا هو يعني موجود هذا مساعد السكري. نعم. بس اللي نزلت اللي بعده الهاي الأوبر، وهاي يعني وخرت خلينا نقول هاي الحبوب. نعم. يعني هاي الحبوب هي مو كافية طبعا، ما راح تنزل الوزن بصورة صحيحة. نعم. طبعا نتمنى الصحة والعافية لك ولكل سلام. اللي شاهدنا، وإن شاء الله يا رب كلهم نشوفهم عندهم سكس باك وكلهم رشيقين. إن شاء الله. وصحة وعافية إن شاء الله. أنا وياكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك دكتور أنور خليل، الاختصاص في الجراحة العامة والناظرية أيضا وأمراض السمنة، كنت ضيفا عزيزا في صباح خير يا عراق. نحن مستمرين معكم مشاهدين الأكارم، ولكن بعد هذا الفاصل.